محاولة تسخير طبيعة هذا النزاع الجهوي وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار. فالمغرب في صحرائه لم يكن أبدا قوة محتلة أو سلطة إدارية، بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه، لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر في مهام المينيوسو أو توسيعها بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان، لا لمحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع وتمليصه من مسؤولياته، لا لمحاولة التوازي بين دولة عضو في الأمم المتحدة وحركة الانفصالية، ولا لإعطاء الشرعية لحالة انعدام القانون بتندوف.